تعالوا الأول نختار أول ماتيريال نشتغل عليها اللي هي الماتيريال بتاعت الجلاس. هقلي وهقلي كده وهاخد زي ما احنا شايفين. طبعا انت ممكن تغير الهيدر زي ما انت عايز، ممكن تاخد الجدار ده اللي تخليه هنا، وفي الحالة دي هتغير الإضاءة يعني لو انت عايز يعني. لكن هنروح لدي الأول، وما ننساش ان انا كنت عامل اكس جاي فهعمل ادي. انا هعملها من الزاوية دي مثلا علشان اعرف اشتغل. ودبل كليك دي مهمة كده. احنا جينا للاخ رقم 4 اللي هي عن التكتشرين، ودي هنسميها الجلاس. دبل كليك ونيجي للجلاس، هقول له اسود زي ما قلنا مفيش حاجة 100% اسود. تمام، دايما خليك فوق الاسود بدرجتين ثلاثة. ريفليكتنس مش عايزة دلوقتي، عايز اروح ل مبدئيا هاخد بس دي احطها هنا كده، و هاخد انتر اكتف ريندر ريجون على قد ما انا عايز يعني، يا دوب كده حتى عشان اشوف انا واخدها من الحته اللي تحت دي عشان اشوف بس جواها المنبه. هقلل بس الكواليتي شويه علشان الدنيا كتير. هروح بعد كده على ترانسبيرنسي، ومؤقتا هروح لريندر سيتنج، وفي الفيزيكال بدل فيكسد هخليه بروجريسيف. بروجريسيف مش هيكالكيوليت، هو هيشتغل باص ورا التاني ورا التالت ورا الرابع وهكذا. هروح لترانسبيرنسي، طبعا مفيش حاجه بالمنظر ده، فهقول له ريفراكشن 1.33 اللي هو الازاز. بقول برضه يعني تمام، نستنى كده نشوفها. اقول لكم حاجه، الاحسن عشان ما انتهش هشيل ده وهرجع ده تاني للفيكسد، وتعالوا نعمل ريندر ريجون كده ونشوف. جميل جميل جميل، وبدايه مبشره جدا. الحاجه بس اللي انا عايز اعملها، انا عايز ادي انطباع ان الازاز ده تخين. تمام، فعشان ادي الانطباع ده اولا بالريفراكشن ممكن اقول له 2.6 مثلا، احس ازاز سميك جدا. وده هيفرق معانا خصوصا في الحته اللي فيها كيرفز، الحته دي والحته دي. يعني لو خدنا دي كده كمثال هتشوفوا المنظر هيبقى عامل ازاي دلوقتي، لان هتفرق جامد في شكل الزجاج نفسه. المنبه ممكن ما يتشافش خلاص، فهنشوف شكله عامل ازاي. خلاص بس الكاشن نشوف اهو. شايفين الانكسارات بقت عامله ازاي؟ الانكسارات فعلا بقت تقيله قوي. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا عايز ادي الازاز ده نوع من انواع اللون، او ما اسمحش للضوء انه يعدي بمسافه كبيره جوه الازاز. فانا عايز اقول له مثلا انت هتعدي مسافه 20 سنتي، وندي كلر للاساس ده وليكن كلر شيب في التون ده. وخلي بالك ان البتاع ده حساس جدا، اديك شوف بس دي بقى انا هقللها شويه خلاص. وتعالوا كده نشوف الشكل عامل ازاي، لانه هتاثر جامد على لون الابزوربشن ديستانس اللي هي انت بتسمح للضوء بمسافه قد ايه يمشيها جوه، يمشيها جوه الازاز، اللي هي معامل النفاذيه بتاع الازاز. طبعا لو المسافه دي او المساحه دي زادت فالازاز بيبقى شفاف ما بيبقاش تقيل خلاص. لو المساحه دي قلت بيبقى الازاز زي ما احنا شايفين كده. طبعا ممكن اقول لنا 5 سم، بصوا كل ما بنقلل كل ما اللون ده هيزيد قوي. فانا عايز اشوف حته فيها كيرف، حته زي اللي فوق دي، واخد لكم معاها حته ثانيه من تحت كده بحيث تشوفوا الفرق بين الاثنين. الحته دي على فكره هنلاقي فيها اللون اكتر من الحته اللي جوه. عشان كده بقى طالما انا هستخدم حجب المنظر ده وعايز رياليزم شكله كويس، مش هسيبها كده،
تمام، هستخدم حاجه اسمها الفرنال، هوريها لكم دلوقتي. تمام، هنا في التكتشر انا عندي لو قلت له حط لي فرنل، الفرنل بيشتغل زي خانه فول اوف. الفول اوف من هنا لهنا بيدرج الكالر اللي انت شايفه. طبعا انا هنا عايز اقول له اد، ممكن اقول له ملتيبلاي، بس انا هخليها، ممكن اقول له حتى نورمال، ممكن ادي كالر، ممكن اسيبه زي ما هو كده، ممكن اقول له هنا اد او لا، خلينا اقول له هنا بس اد هياخد الابيض ده. تعالوا كده نشوف الظروف هتبقى شكلها عامل ازاي. لازم هيبقى اديتد، تمام، والابزوربشن ممكن نخليه 2 سم، لان دي اصلا سمكها ما هواش سمكها اقل من 10 سم. هنشوفه. وشويه وهدي كولر للترانسبيرنسي مثلا. افتكر كده الدنيا هنا بقت واضحه قوي. جميل كده، خلصنا من الترانسبيرنسي. ريفليكتنس انا ما افتكرش اني احتاج ريفليكتنس، ان هو كده كده هي مديها ريفليكشن، بس انا ممكن احط جي جي اكس ريفليكت بالمنظر ده. وخلي بالنا من الساعات دي، لان دي من الحاجات اللي هنعالجها. اولا عايز اروح للفرنل واقول له دايلكتريك، رائع. مش هعمل حاجه تاني، حتى ممكن اقول له هنا البريسيت تبقى جلاس الاي او ار 1.66، يبقى ريفليكتيف شويه. روفنس مش عايز روفنس، هي كده زي الفل. تعالوا كده نشوف لو خدنا الجزئيه دي نشوف ظروفها ايه. الراجل بتاع اللي هيشتغل ماتيريالز في الورشه دي هيتنفخ، هيتروق. الدنيا عامله ازاي؟ استنى لما اخلص. يا بنت حلال، بنت حلال جدا. تمام، جميلة جدا، خلصنا من خانة الإزاز. فاضل بس نحط بامب هنا عشان ما يبقاش الإزاز متساوي كده. هروح أحط نويز، تمام. والله أنا هسيبه زي ما هو، هو أصلا المسافة صغيرة، بس أنا عايز أطمن إن النويز ما يبقاش الإزاز مدغدغ، عايز الإزاز فيه تموجات بس ما يبقاش مكسر. هو المفروض ده هنخلي الجلوبال سكيل عالي اولا، يعني هو كده لو احنا شفنا المنبه يبقى خير وبركه. لا ده لا منبه ولا غير منبه. كده هروح للجلوبال سكيل ده واخلي مثلا ده 500 ولا حاجه، واروح للنويز دنتس حلو، تمام، ما حلال يعني. عايز بس يعني انا كل انا عايزه ديفورميشن بسيط، انا مش عايز كلكعه يعني، كنت عايز ديفورميشن بس بسيط في الازاز يخلي الريفليكشن حتى له شكل. يمكن 500 كان كويس. تعالى نزور واحد هنا شوف، وزي ما قلت نوع الخامه، نوع اليو في بتاع الخامه هيساهم كتير جدا في الموضوع ده. فمبدئيا كده من اولها يعني انا هروح ل الدوم، والماتيريال دي هخليها كيوبيك. كيوبيك هيفرق.
نعمل ريندر ونشوف. جميلة جدا جدا جدا. انا شفت الامبرفكشنز اللي هنا دي، التعريجة من شيء، هو ده اللي انا كنت محتاجه عشان ما تبقاش الحاجة بيرفكت. تمام، دي حاجة. على فكرة نفس الماتيريال دي هاخد الجلاس هعمل كده، بصوا دي هسميها ايه ومحدش يضحك، سبايدر. سبايدر دي انا هشيل منها البام واروح لترانسبيرنسي وهخلي دي ارجعها 100 تاني، ومش عايز حاجه خالص من دي كده، وهحطها اديتيف عشان تبقى اد للريفلكتنس كمان. كده مش عايز ترنل، انا عايز زي ما هي كده. في دي هخليها 1.3، وهقول لكم ليه بقى. في الكالر هتبقى زي ما هي. هاجي هنا على انا عايز السويب صح، هروح من هنا في السيرش واكتب سويب. هما الاربعه السبابيب للسويبات دول، تمام. فانا هاخد دي واقوم راميها هنا واسحب، هات دول كلهم كده، كل دول كيوبيك. اقول لكم اكتر حاجه هتاخد وقت ريندر في السين دي، والله ما تتخيلوا ايه ولا اي حاجه من دي، الورق ده. لان انا مش عايز اقول لكم انا شغال وعايز اشوف له حل، لان هو رخم. انا عايز زي الفيتامين، هشيل الكلر مش عايز كلر، واشيل ريفلكتنس مش عايز ريفلكتنس. في الترانسبيرنسي في حاجه كمان هنا مهمه قوي، في البرايتنس انا مش عايز ده يبقى ترانسبيرنت 100%، يبقى شبه نون فيت، ما يبقاش ترانسبيرنت. اما دي بقى فانا كده هعوزها زي ما هي، مش عايز دي عشان ما اكزيت ريفليكشنز، مش عايزه تعمل لي سبيكلرز. نزلت الريفليكتيفيتي اللي عايز ترنل، بلر ماشي. لو قلت له مثلا خلي بالك البلر هنا سنسيتيف شويه، فخليه 10 ونجرب تاني. انا متاكد ان انا هرجع دي 100%، بس عايز اشوف شكلها عامل ازاي. لان هنا انا عايزها زي ما تكون مش موجوده اصلا. المشكله هنا في ده السامبلنج سب ديفيجن، مع الحاجات الرفيعه مضطر نقطعه، عندنا البتاعة دي رفيعة أوي. شوفوا هنا بقى ضابط أوي ازاي. ملهاش حل تاني. طيب هاجي هنا وهحط مناسب فرنل ولا جريدينت.
اكتر، ماني ولا انجليزي؟ افتكر جريزيان، بس بما اني حطيت هنا حاجه شيل ايمج الترا، وهنخش على الجريدينت ونخليها دي تبقى كده. مش عارف. طب بصوا، احنا بدل ما نستخدم البتاعه دي هنعمل حاجه ظريفه قوي، ومنه كمان نوفر على نفسنا وقت. هتصدقوا لو قلت لكم ان احنا هنستغنى عن دول؟ خد الاربعه دول، وبالمره كمان عشان اوفر وقت، ان فعلا ده رخم. هقول له ده ديليت وزود تشيلدرن دول، السيركل دي، السراكل دي انا مش عايز. طب دول بقى في هنا ماتيريال اسمها الهير. هي الهير دي في العاده عشان نعمل بيها اي حاجه، فيها بتاع ده حشيش، لا حشيش يعني الحبس، نجيله، مش عارف ايه كده. فانا فالماتيريال دي ميزتها انها ممكن تطبق على سبلاينز وتديها تكتشر. فانا هاخد نفس الهير ماتيريال دي، هاخدها على ده وده وده وده، تمام. باي ديفولت لو انا جيت عملت كده عليها كده، طبعا دي بقت مواسير خلاص، ما بقتش خيوط عن كده. فهاجي للكالر، انا تقريبا انا مش عايز الكالر حاجه، ده انا مش عايز الكالر، انا تقريبا عايز اسود. يعني ما كانش يعني سنه اسود ابيض، ودي برضو هتبقى ابيض خالص، يعني من ابيض لغمق منه سن حاجه كده. نخلي بالنا من سبيكولر، هسيب سبيكولر زي ما هو. ثيكنس هو ده، هو ده ثيكنس ده. انا عايز، انا افتكر ان انا كنت عامل السيركل كانت كام، كان 0.05 0.02، تمام. فانا هقول له 0.02 وهقول له لا خليها 01، وهقول له هنا 0.01 برضه. والفاريشن الفريق يعني يعمل يعني حته تخينه حته رفيعه كده، يعني 0.02. تعالوا كده نشوف، هي لسه هي هتدينا نتيجه اوليه والله باينه. وطبعا عندي ترانسبيرنسي هنا، يبقى انا كده الموضوع خلص. وفي بقى مفاجاه حلوه قوي هعملها لكم في الاخر، في بلجن بيعمل الموضوع بتاع خيوط العنكبوت. جميل، نيجي لترانسبيرنسي بقى، تمام. فانا هقول له ترانسبيرنسي عايزها شفافه، برايتنس كده عشان نجرب. فعلا بدأت اخدها، بقت شبه الفتل. هرجع بقى لورا كده، تقريبا دي نفس الزاوية اللي انا هرندر منها. نشوف، قربنا. قربنا قوي كمان. دبل كليك هانت. الكالر ماشي. كل ده مش هاجي يمته. ثيكنس برضه مش ترانسبيرنتي.
عايزه تتظبط، لان البلاك ده معناه ان مفيش ترانسبيرنسي، وانا عايزها فعلا كلها الى حد ما ترانسبيرنت. تمام. السبيكولر عايز اعلي السترينجز بتاعه قوي، لان ما طلعش فوق المية. تمام. شاربن هقلله، ان الشاربن ده اللي هو تركيزه. السكندري نفس الموضوع، هعليه شويه، وبرده الشاربن بس هزوده شويه عن الاساسي بالمنظر ده كده. ممكن اقول له في باك لايت كلر، بحيث يبقى كانها ترانسلوسنت، كانها بتشع هي ضوء، وانا هخلي البلند مود كمان سكرين، وهخلي الكلر حاجه كده مثلا، و تمام يا رب تظبط. شوف ارجع لكم بعد الرندر احسن. ايوه بقى، ايوه بقى، ظبطت اهي، بقت كلها معنكبه وزي الفل. بس احنا عايزين احنا عايزين بس نظبط الايه، العنكبه اللي قصدي الثيكنس. هنخلي دي 0.5، وهخلي دي برضو وليكن 0.4 ولا حاجه. بس انا مش عارف كده احنا بلغنا ولا لا، يعني لو خدت دي كده هنشوف كده الدنيا تمام جدا 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 زي الفل. ما خدش وقت كتير، ما عندناش اوبجكتس كتير، والدنيا ماشيه معانا 100 فل و14. مش عارف ليه مزاج اوريكم البلجن، فبما اننا في الجزئيه دي فهوريكم البلجن في الجزء اللي جاي.